منتجاتي وحواليكوا منتج قالب الدنيا كلها، انا كمان داخله اشتريه وهجربه، ولما اجربه اعمل اشوف تجربتي فيه، يعني اشوفه عجبني ولا لا، هعمل لكم ريفيو عنه واقول لكم حلو او لا واشتروه او لا، ده لو لقيتوه اصلا يعني، لان سمعت ان في ناس كتيره جدا راحت تشتريه وما لقيتهوش، فانا هدخل وهجرب دلوقتي. هنا دخلت ورحت على طول على الميك اب علشان اشتري الفاونديشن بتاع لوريال او البودر، هي شبه علبة البودر بس الملمس بتاعها كريمي، يعني بودر كريمي او فاونديشن. رحت اصلا لقيت دول بس اللي فاضلين، ويدوب انا وصاحبتي وقفنا نتكلم بس، ببص لقيت اتنين فلحقناهم على طول اخر اتنين. يعني انا جربتها في اخر الفيديو، ادخلوا على الفيديو للاخر وانتوا هتشوفوا رأيي فيها. دي اول حاجة. بعد كده لفيت شوية وصورت لكم بقى كل حاجة موجودة، كل انواع الميك اب، الفونديشن، الباودر، كل حاجة، حتى البرفانات اللي هي البدايل، البرفانات الرخيصة. واكتشفت كمان ان في الدي ام ارخص من روزمان وارخص من بودني، انا ما كنتش اعرف كده، بس لان ما بروحش اصلا الدي ام كتير، بروح مثلا زي كده حاجه عايزه اشتريها بدخل واروح اشتري الحاجه واطلع على طول، ما كنتش بركز قوي في الاسعار. فوانا بصور اخدت بالي ان ارخص كمان من الاماكن التانيه زي ما قلت لكم، يعني مثلا في بسبعة فروزمان لقيتها بتلاتة، تلاتة ونص في دي ام، يعني يعتبر نص السعر بالظبط، فده لفت نظري. وفعلا حلوين مش وحشين برضو. الدي ام يعتبر اكتر مكان يعني بيكون موجود فيه الميك اب والماركات اكتر شوية من الاماكن التانية، في انواع اكتر يعني، ماركات اكتر. وطبعا زي ما بقول لكم دايما، مش كل حاجة غالية حلوة ولا كل حاجة رخيصة وحشة، يعني برضو في حاجات رخيصة وكانت حلوة قوي، وفي حاجات بتبقى غالية بنجيبها وما بتكونش حلوة. يعني اللي حابة تشتري ميك اب مش لازم ان هي تشتري كله اونلاين، تقدر تروح الدي ام وتلف فيه كده وتجرب وتشوف اللي يناسبها ايه وبعد كده تشتري. بس للأسف يعني في فترة الكورونا ممنوع التجربة، بس لما تكون الحاجة قدامك شوية بتبقى أحسن من الأونلاين. كاتريس دي من أرخص أنواع الميك اب، بس فيها حاجات حلوة جدا. الفاونديشن بتاعها مش فول كفر، بس حلو برضو كخروج عادية ومش غالي. الاي شادو برضو كويس مش وحش، وزي ما قلت لكم قبل كده اي اي شادو حتى لو رخيص تقدري ان انت تخلي الليكويد بتاعته حلوه، بان انت بشويه حاجات كده او ببودر تثبتيه او تحطي تخلطيه مع فازلين برضو بيثبته جدا، او باي كريم او اي حاجه بيثبته. اهم حاجه ترطيب العين قبل ما تحطيه. ترند دي كمان برضو حلوة ورخيصة، والروج بتاعها برضو جربت منه كذا حاجة وعجبني، واعتقد كمان كنت مجربة منه يا ربي كان الكونتور، اعتقد كنت مجرباه برضو اهو اللي تحت ده، برضو كان كويس مش وحش برضو، يعني فيها حاجات كويسة بس ما جربتش منها حاجات كتير. اسنس طبعا ديت اللي مالية مصر كلها، ومشهورة قوي في مصر، هنا برضو موجودة ورخيصة وفيها حاجات حلوة، في أنواع من الماسكارا بتاعتها حلوة وفي أنواع وحشة، مش كلها برضو واو يعني، في منها وفي السودة حلوة، في ناس بتحب الفوشيا بس مش قوي، لما جربتها ما عجبتنيش قوي. السودة دي حلوة جميلة، تعتبر من احسن الانواع فيها، يعني في انواع منها اهو كتير، وطبعا كل واحدة حسب ما هي هترتاح، يعني انت بتجيب الحاجة وتجربيها، بس انا ارتحت مع السودة، وفي ناس حبوا الفوشيا بس انا محبتهاش لانها كده بتهبب شوية. دي البرفانات الرجالي، اسعارها رخيصة جدا زي ما انتوا شايفين 5 يورو، وفيها حاجات ثابتة جدا وحلوة جدا فعلا، فاللي حابب يشتري مثلا هدايا كتير او حابب ان هو
يجيب مثلا برفانات للبيت كده، ممكن يجيب الحاجات دي، مش بطالة يعني. انا عن نفسي بحب اجيب منهم، ارش منهم على الستاير، على الكاوتش اللي هو الكنب، على مثلا في الدولاب يعني، الحاجات دي. وفي نفس الوقت يعني بتثبت شوية، مش وحشة. الحمرة دي جميلة وبـ5 يورو. برضو في حاجات يعني اللي اتصورت تحت دي برضو حلوة قوي، وبـ3 يورو بس، وبـ3 يورو ونص، يعني مش حاجة يعني. لوريال برضو موجودة فيها، اعتقد مش موجودة في كل الاماكن او مش فاكرة، بس انا يعني بيتهيألي ان دي ام بيكون فيه ماركات اكتر. ايه تاني؟ دول بقى اي شادو، حاجات يعني من كذا ماركة، في حاجات كثيرة جدا ما جربتهاش. الفرش دي لفتت نظري، قلت حب اشتري منها لان لقيت سعرهم مش غالي. دي بـ12 يورو، والتانية اعتقد كانت بـ19 او ايه مش فاكرة، بس او 21، بس حلوين، هبقى اجربهم لما احس ان انا محتاجة فرش جديدة. بس كده. هنا البيوتي بلندر رخيصة جدا. طبعا في حاجات انواع تانية بتبقى اغلى من كده بكتير، بس دول برضو مش بطلين يعني، بيأدوا الغرض. لو انتي مش عارفة تستخدمي الفرشة في فرد الفاونديشن، دول بيكونوا اسهل معاكي وبيفردوا اكتر يعني، مش بيمتصوا الفاونديشن زي الفرشة، ولا بيخططوا زي ما انتي تعملي بالايد. بس والله في الفاونديشن بتاع لانكم، حتى لو انت مستعجلة وفردتي بايدك، رهيب رهيب بجد يعني، انا بحبه جدا. ولو جبتيه بقى لون بشرتك او افتح درجة بيكون واو، بيبقى بشرتك ناعمة وحلوة ونضرة، وفي نفس الوقت كأنك مش حاطة حاجة. دي الفرش. طبعا انا من الناس اللي ما حبتهاش، قصدي الشفرات، لان انا اصلا بشرتي مش مشعرة، فلما جربتها حسيت ان الشعر اغمق سنة وطلع اكتر، فما حبتهاش خالص وبطلتها تاني علشان وشي يرجع لطبيعته. انما الناس اصلا اللي وشها مشعر جدا، فهي هتبقى طريقة ليهم حلوة قوي علشان يقدروا ان هم يبقى وشهم نضيف طول الوقت، لان هنا يعني صعب جدا موضوع الفتلة والحاجات دي، مش متاحة قوي زي مصر، زي الكوفرات بقى في مصر والحاجات أنا قلت دي. ما ينفعش هنا بقى انا عملت جربتها، كنت عاملة الفيديو ده على التيك توك وحطيته هنا، وقلت بقى رأيي فيها. الصورة يمكن مش واضحة قوي، بس انا لو ركزتوا او شوفوا الفيديو على التيك توك ممكن يبقى اوضح شوية، بس يعني هو باين هنا برضو الفرق شوية، لان انا جايبها نفس درجة بشرتي. انا بحب اجيب يا نفس درجة بشرتي يا اغمق. انت بقى عايزة تجيبي نفس الدرجة او افتح درجة، تمام، لكن انا بحب تبقى اغمق شوية، بحب تبقى يعني اغمق شوية او نفس الدرجة بالظبط، ما بحبش ان تبقى فاتحة يعني، ما بتكونش مناسبة. بس كده جربتها، وميزتها ان هي فعلا ونعمة، كريمي نعمة جداً. يعني مش محتاجة ان انت ترطبي تحتيها، كانت نعمة وحلوة من غير برايمر او حاجة. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك لو انت مش مشتركة في القناة، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسوش تتابعوني على كل الصفحات بتاعتي، الفيسبوك والتيك توك وتويتر والانستجرام، كلهم بنفس الاسم. تابعوني، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الفيديو.